مرحبا واهلا وسهلا فيكم من جديد على قناتي على يوتيوب روز هيلث. فيديو اليوم بناء على طلبكم رح نحكي عن التصبغات او اللي بنحكي لها بالعاميه الكلف. شو هي التصبغات؟ هي عباره عن تراكم طبقه الميلانين في الجلد. الميلانين هي صبغة طبيعية موجودة بجسمنا، لكن في بعض الحالات بتزيد استفرازها أو بيزيد إنتاجها في الجسم، فبتظهر على شكل بقع موجودة على أنحاء الجسم مثل ما شايفين بالصورة هاي. طيب شو أسباب ارتفاع نسبة الميلانين في الجسم؟ بصراحة الأسباب كتير مختلفة، أولها اختلاف أو خربطة في الهرمونات، لهيك بنشوف ومنلاحظ النساء الحوامل بفترة من فترات الحمل بصير في عندها يبلش يطلع الكلف، وهذا السبب سببه اختلاف الهرمونات، يعني ما في شيء مرضي. الأسباب الثانية اللي ممكن تؤدي إلى ارتفاع نسبة الميلانين أو وظهور التصبغات اللي هي أشعة الشمس. ليش؟ كل الناس بتسأل نفس السؤال، ليش أشعة الشمس بتعمل ظهور للكلف أو النمش؟ الجسم له سبحان الله صبغة معينة. مين هم أكثر الأشخاص بتحملوا درجة حرارة الشمس؟ كل ما اتجهنا باتجاه البشرة الدارك الغامقة. ومين هم أكثر الأشخاص الحساسين للشمس؟ الشقر، يعني البلاند بيبل. فبتسألي كل ما كان درجة البشرة أسمر كانت حمايته للشمس أحسن، يعني ما رح يصير عنده حروق. ليش؟ لأنه عنده الميلانين بالجسم أو ببشرته كتير عالية، فبتمتص أشعة الشمس وما بتعمل له مشاكل. أما الأشخاص اللي عندهم بشرتهم فاتحة، وكانوا حتى هدول الأشخاص اللي يكونوا كتير بلاند شقر، يعني هدول الأشخاص بيكونوا كتير حساسين للشمس، وأول ما يطلعوا على الشمس بظروف دقائق بصير في عندهم حروق. طيب شو اللي بيصير لما نحن نتعرض للشمس؟ إذا ما كان في عندي استخدام للواقي الشمسي اللي هو بيأمن لك هاي الحماية، الجسم ذكي بيحاول يروح يأسس طبقة حماية تحميك من أشعة الشمس المتكررة، فبيروح باتجاه يعمل لك اسمرار للبشرة، فبيبلش بإنتاج صبغة الميلانين الموجودة بالجسم، فبالتالي حيزيد عندهم أكثر الأماكن. الأشخاص بيكون في عندهم كلف بسبب الشمس حتكون بهاي المنطقة، لأنها منطقة مرتفعة، فبتكون بهاي المنطقة اللي بتظهر عليها الشمس، منطقة الجبهة حوالي الفم، وأحيانا ممكن أنت عند الشباب لها حوالي الرقبة بيصير في عنده اسمرار كتير واضح. طيب بهاي الحالة بالذات شو ممكن نعمل؟ واقي شمسي. بكل بساطة الواقي الشمسي يكون أساس من أساسات حياتك اليومية، يعني خاصة إذا كان ظروفك العملية بالشغل، يعني بتشتغل بالظروف الشمسية مثل المهندسين أو اللي بيشتغلوا في البناء، هدول لازم يحطوا واقي شمسي بشكل يومي. أما بسبب الهرمونات المتخربطة، المرأة الحامل ما فينا نحكي لها إشي لأنه هذا حمل، لكن ممكن ننصحها باستخدام كريمات معينة خلال فترة الحمل تقلل من تراكم هاي التصبغات، مثلا كريمات تفتيح بسيطة وآمنة خلال فترة الحمل. طيب في أسباب تانية ممكن تخلي عندي النمش أو الكلف يطلع؟ نعم، اللي هو عوامل التقدم في السن. السن لحاله يعتبر سبب من ظهور التصبغات، لذلك النساء المهتمين ببشرتهم من عمر صغير حتى لو تقدموا بالسن بيكون عندهم الكلف خفيف أو يكاد لا يرى. طيب شيء كتير مهم لازم نحكي عن التصبغات اللي بتيجي بسبب الشمس، اللي هم نسمع انتو بكريمات فيها أنتي أوكسيدانت. فيتامين سي بيشتغل أنتي أوكسيدانت، نحن بنحكي أنتي أوكسيدانت أو مضاد أكسدة، ونحن مش فاهمانين شو يعني مضاد أكسدة. خليني احكي لكم شو اللي بيصير. يتخيلوا معي الخليه عباره عن تشبه خليه النحل، شكلها مسدسات. مسكت خليه من الخلايا الهيلثي الصحيه، هذا الشخص بيشرب مي منيح، بياكل اكل صحي، بياكل اكل غذائي، شو بيكون شكلها؟ هاي هيك عسل ابيض صافي، هيك بتلمع لحالها مليانه وفل. رحنا عند شخص ثاني ما بيشرب مي، مدخن، بيشرب كحول، بيطلع شمس كتير، ما بيرطب البشرة، بياكل أكل مو صحي مثلا جنك فود أو أكلات جاهزة بشكل كتير كبير، بيعتمد بأكله على النظام اللي فيه زيوت كتير ومي قليل، فبتكون عبارة عن هاي الخلية عنده شرينكج صغيرة. شو كمان؟ بيكون مليانة فري راديكالز. الفري راديكالز عبارة عن شحنات بتدخل على الخلية وبتخربها. تخيلوا معي مثل السوسة لما بيدخل السن. شو وظيفة مضادات الأكسدة اللي هم الأنتي أوكسيدانت؟ أنا بسميهم مكنسة.
بيدخل انتي اوكسيدنت وبيروح بلملم كل الفري راديكلز وبطلع. لشان هيك كتير مهم يكون بنظامنا الغذائي مضادات اكسده، بيحكوا لك الفيتامين سي والفيتامين اي والفيتامين دي كلهم بيشتغلوا مضادات اكسده، ومهم كتير بكريمك اليومي يكون فيه كمان مضادات اكسده. ليش؟ لانه اذا كان في عندي فري راديكلز موجوده جوات الخليه وبتحاول تخرب الخليه الصحيه تبعتك، بيجي مضاد الاكسده وبيشفطهم مثل المكنسه بيروحهم. لهون نحن فاهمين الموضوع صح، عرفنا شو سبب الميلانين وشو سبب التصبغات وشلون شوي شوي نحلهم. وبما انه شايبين سيرة الانتي اوكسيدان، رح نحكي عن اول واحد ما استخدموا فيه علاج التصبغات او الكلف او اسمرار البشرة اللي هو الفيتامين سي. الفيتامين سي ليش مستخدمه؟ لانه بكل بساطة هو انتي اوكسيدان، يعني بيروح بيشتغل على مبدأ تأكسد الخلايا. مو بس هيك، وجد انه عنده خاصية تفتيح الأماكن المصابة فقط. يعني أنا شو مشكلتي مع مفتحات البشرة؟ أنتوا تخيلوا عندي هاي البقعة مثلا هي لونها شوي غامق وباقي الوجه طبيعي، جبت كريم تفتيح البشرة وبلش أدهن على وجهي، هاد عم بفتح وهاد عم بفتح. أوكي هاي عم تفتح بس لساته في ريزولوشن، لساته في مقارنة بين هاد اللون وهاد اللون. اللي بيشتغل عليه الفيتامين سي هو بيروح بس على الأماكن اللي فيها ميلانين أكتر وبيحاول يقلل هاي الميلانين بالخلايا. مشان هيك كتير مهم إذا كان في عندك تصبغات بالبشرة نروح نستخدم الفيتامين سي. وإن شاء الله بالفيديوهات الجاية رح يكون عنوان فيديو كيف نختار فيتامين سي مناسب للبشرة، لكن خلولي ببالكم إنه الفيتامين سي كتير مهم للبشرات اللي عندها تصبغات. بنحط بعين الاعتبار إنه الفيتامين سي يستخدم مرة إلى مرتين يوميا بعد الغسول المناسب. هلأ في شيء كتير حلو في علاج التصبغات وكتير بيوصفوه أطباء الجلدية اسمه هيدروكوينون. الهيدروكوينون موجود بالسوق بتراكيز مختلفة، في 2% وأقل، حتى في لحد 1%، وفي عندنا 4% وفوق. الهيدروكوينون بيشتغل على تثبيط إنزام التايروسينيز اللي هو يعني عن طريقة هذا الإنزام بيطلع عندي الميلانين اللي هي الصبغة، فبيروح بيعمل له توقيف بشكل كامل، فبالتالي بيقل إنتاج الميلانين بالمنطقة اللي أنا بحط عليها الكريم. شو المشكلة؟ المشكلة هو ما بيشتغل على منطقة الميلانين بس، بيشتغل على أي منطقة أنت بتحطها في الجلد. بعض الأطباء بيستخدموا هذا الكريم في علاج مرض البهاق، الأشخاص اللي بيكون بيطلع عندهم البهاق بيكون تطور بدرجة كتير كبيرة، فأسرع حل إنه نحن نعطي المريض كريم بيحتوي على هيدروكوينون فبيكشف المنطقة بشكل بصير كلياته لون واحد، يعني بيفتحها لشكل كتير فاتح. مشكلته كتير لازم ننتبه فيها إنه إذا كانت مثلاً عندي هاي البقعة هون ما أحط على كل الوجه. ليه؟ لأنه حيفتح هون حيفتح هون وراح تحسي إنه البقعة ما راحت أبداً. شو لازم نستخدم؟ مثلاً هاي البقعة هون بروح بحط بالضبط بنصها، لأنه هو حيصير الامتصاص بشكل راديشن إشعاع، يعني حيمتد على مستوى الجلد وحيغطي لك المنطقة. الأخطاء اللي بتم تقع باستخدام المستخدمين أو المرضى إنه هم بيجيبوا هالهيدروكوينون بيدهنوا فيه كل الوجه وهذا خطأ. نحن بس بنحطه على الأماكن اللي فيها تصبغات، بيتم استخدامها بس مرة واحدة يومين ومرتين في حالة استشارة الطبيب، وكمان بننصح فيه المرضى يكون بنهار واقي شمسي وما يتعرضوا للشمس كتير لأنه بتكون بشرتهم بهاي الفترة كتير حساسة، ويفضل كمان يكون تحت إشراف أخصائي لأنه ممكن تقلل كتير من نسبة الكولاجين الميلانين الموجودة عندك بالبشرة وبالتالي تزيد مشكلة التصبغات عندك ما تقل. فالهيدروكوينون نعم ممكن نستخدمه كعلاج في التصبغات. المستحضر الثالث اللي ممكن نستخدمه في علاج التصبغات اللي هو الكوجيك أسيد. مصدر الكوجيك أسيد من الفطر المشروم أو من الرايس أو الرز المتخمر. هاد الكوجيك أسيد كتير له أهمية في تفتيح البشرة، لكن مشكلته إنه نتائجه كتير بطيئة. فممكن نحن وين نشوفه؟ ممكن نشوف الكوجيك أسيد في استخدام مرطبات اليومية، يعني الترطيب اليومي تبعك بيكون فيه كوجيك أسيد عشان يقلل من التصبغات على مدى الاستخدام اليومي تبعك. أو ممكن نلاقيه ببعض الغسولات للبشرة يلي بتحتوي على الألفا هيدروكسي أسيد، أو على حتى مع كريم الهيدروكوينون اللي حكينا عنه سابقا، فبيشتغل الهيدروكوينون بشكل سريع والكوجيك أسيد بشكل بطيء على أساس يحافظ لك على النتيجة بشكل أحسن. مشكلة الكوجيك أسيد بس إنه مشاكله بطيئة وإنه ممكن يعمل تحسس لبعض الأشخاص لأنه أسيد يعني حمض.
المستحضر الرابع يلي أنا كتير بحبه وما بستغني عنه أبداً اللي هو الأزيلك أسيد. الأزيلك أسيد له فيديو خاص على القناة تحت اسم سكينورين كريم الوجه، وفي كمان طريقة استخدام السكينورين أو طريقة استخدام الأزيلك أسيد برضو موجود على القناة. الأزيلك أسيد كتير بحبه لأكثر من سبب. أولهم إنه ما في داعي تحطيه على مكان النقطة، بتحطيه على كل البشرة وهو بفتح فقط النقاط اللي فيها ميلانين. الشيء الحلو الثاني فيه إنه آمن للحامل والمرضعة، وهذا الشيء اللي كمان أنا بحبه لأنه كتير بنسى إنه أنا حامل وبدي أستخدم كريم ومش عارفة شو بدي أستخدم، فإنه حسب الدراسات يمكن استخدامه للحامل. الشيء الثالث الحلو إنه ممكن استخدامه للتينيجرز اللي هم المراهقين. أنا مشكلتي مع المراهقين إني بخاف أعطيهم أي نوع كريمات لأنه بخاف من التحسس اللي بصير عندهم، فعنا الأزيلك أسيد كتير بحبه لأنه ممكن أحكي لأي حدا بسن مراهقة إذا بده يجرب علاج البشرة يجرب الأزيلك أسيد لأنه كتير كومباتبل، يعني كتير رايق على البشرة وما بيعمل سايد إفكتس كتيرة. فالأزيلك أسيد من ضمن الكريمات اللي نحنا نقترحها على المريض في علاج الكلف أو الإسمرار. بالإضافة للي ذكرناه سابقا ممكن نستخدم كمان الليزر في تفتيح البقع، لكن مشكلة الليزر أول شيء إنه هو مكلف، ثاني شيء صراحة بيكون صعب على الدكتور يضرب بس الأماكن اللي فيها تصبغات، فممكن يعمل له شوية بطء في النتائج. أنا كتير بنصح نبلش أول شيء بالكريمات والمستحضرات الموجودة، بعدين نتجه باتجاه الليزر، لأنه مثل ما حكيت لكم الوجه حساس ودرجة الليزر نضرب فيها على الوجه كتير قليلة، فبالتالي نحنا بنشوف النتائج كتير بطيئة وأساسا هي كتير مكلفة. فكمان الليزر نعم من ضمن الخيارات اللي ممكن نقترحها على المريض في علاج الكلف أو الإسمرار. بالإضافة للليزر ممكن نحكي عن الكيميكال بيلينج أو التقشير الكيميائي. الكل بيسأل شو الفرق بين التقشير الكيميائي والتقشير العادي اللي نحن ممكن نعمله في البيت. مدى عمق التقشير يا أصدقاء؟ متى عمق التقشير؟ هلأ نحن بالبيت إذا ممكن نعمل كريم تقشير أو ممكن مثلا نعمل تقشير باستخدام الخلطات مثلا، نحن بس منشيل الطبقة الخارجية للجلد، نحن ما منوصل على الطبقة الأعمق شوي لأنه ما بيكون تقشير قوي كفاية. لكن التقشير الكيميائي لو فتحتوا فيديوهات على الانترنت وشفتوا بيكون فعليا slugging of the skin، يعني بيشيل هيك بيقشر جلد الوجه بشكل كامل، مش كلته، انه اذا بشرتك حساسة بيخرب الدنيا لانه كتير قوي بيحتوي على الاسيدز، يعني سلسلك اسيد جلايكوليك اسيد واسيد كتير، فبيكون مستوى التقشير صعب لدرجة انه حتى مؤلم. نحن بننصح فيه بس للاشخاص اللي جربوا كل الطرق السابقة وما زبط معهم فبيروح بتجه للكيميكال بيلينج. وبننصح فيه كمان الصبايا اللي عندهم تصبغات خفيفة على البشرة وعندهم مثلا بنت من تحت تزوج قريبا مثلا او شيء مثل هيك، ممكن ننصحها انه تعمل كيميكال بيلينج بس تحت اشراف الطبيب، لانه ممكن يعطي نضارة للبشرة، بتحس البشرة صارت كتير ناعمة فيها الدم هيك فلاش صارت، فانه انا كتير بحبها بس مشكلتها حكيت انه هي ابدا ما بتناسب البشرة الحساسة وانه هي بدها تحت اشراف اخصائي لانه ما بزبط نعملها بالبيت. الطريقة اللي بعدها اللي احنا بنسميها المايكرو نيدلينج. المايكرو نيدلينج عبارة عن أبر نحنا بنحاول نمررها على البشرة، بحيث أول شيء نحاول نفتح المسام شوي شوي، لأنه هاي الطريقة لحالها ما بيتم استخدامها، غالبا بيستخدموا فيها سيرومات التفتيح مثل سيرومات الفيتامين سي والهيالورونيك أسيد مثلا، أكثر من سيروم مع بعض، لأنه المايكرو نيدلينج لحالها ما بتكفي. بالإضافة اللي هي ممكن تفتح مسام البشرة عشان يصير لها امتصاص للسيرومات اللي نستخدمها، كمان بتساعد ببناء الكولاجين. هلأ لما ببني عند الكولاجين بتصير طبقة الجلد سميكة، فبتحس الوجه بوف يعني مليان. لما بيكون الوجه مليان بيكون في عندك التصبغات مش كتير واضحة. هلأ متى بتوضح التصبغات بشكل كتير كبير؟ لما بيكون الشخص وجهه سكيني، يعني وجهه نحيف وفيه تصبغات بتبين كتير واضحة، لأنه الجلد اللي تحتيها كتير رقيق ومش سبيك. فشان هيك احنا بننصح فيها المايكرو نيدلينج خاصة للبشرة يلي مو كتير عندها طبقة كولاجين منيحة. ليش؟ لأنه النيدلينج أو هي الأبر اللي بتدخل على الجلد بتحفز إنتاج الكولاجين. مثال عليها مثلا اللي هم الديرما رولرز الديرما بن وغيرهم، عبارة عن أبر تشبه الفكرة انه بتغزغز البشرة وبتحفز انتاج الكولاجين، وكمان بتفتح المسام عشان تزيد امتصاص السيرومات اللي بيتم استخدامها.
فبنوصل لهون بنهاية الفيديو لأنه لسه باقي كمان في كتير مكونات وحسيت كتير صار الفيديو طويل. فبالجزء الأول من هذا الفيديو تعلمنا أنه في أكثر من طريقة لتفتيح البشرة باستخدام السيرومات أو باستخدام الليزر والمايكرونيدلينج. بشوفكم الفيديو الجاي لأنه بنتي فائت وبدي أروح أشوفها. ما تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة وتبعتوا لأصدقائكم. مع السلامة.